جنيد اخت ندى الله يرحمها. ندى كانت عندي يوم الجمعه ونزلت تشتري حاجه من حسن المأمون وما رجعتش. لما كلمتها في التليفون لقيت تليفونها مقفول، وبعد كده اتفتح في واحد كلمني وقال لي تعالي بسرعه اختك في مشكله. نزلت اجري زي المجنونه، رحت لقيت ناس ملمومه وبيقولوا لي ان ندى اتخبطت، عربيه خبطتها وهي في شيراتون. انتوا يعني طب انتوا بتقولوا ايه؟ احنا هنا في حسن المأمون، راحت شيراتون ازاي؟ يعني انا كنت فاكره في الاول ان هما ودوها يعني اتخبطت وودوها مستشفى في شيراتون. قالوا لي لا، ده هي اتخبطت والعربيه فضلت شداها معاها لحد شيراتون. يعني من المكان اللي ندى اتخبطت فيه لحد شيراتون 4.5 كيلو. ندى شابكه في العربيه وواحده بتجري بيها، ما عندهاش لا دين ولا رحمه ولا انسانيه، وعارفه ان في بني ادم مشغوطه معاها في العربيه، وكل اللي همها انها تهرب وتنفد بعملتها. انا عايزه بس اقول حاجه، احنا بنتقطع، احنا بنموت، احنا خلاص ما بقناش عايشين. ندى الله يرحمها يعني راحت شهيده عند ربنا وارتاحت. يعني ندى فعلا يعني كانت ملاك ماشي على الارض، مكانها ما كانش هنا. بس احنا اللي تعبانين. حادثه ممكن الكل يشوف حادثه زي حوادث بتحصل كل يوم، بس هتقولوا ايه لما يبقى اب وام واخوات كل يوم بيتهيأ لهم بنتهم واختهم وهي مشغوطه في عربيه ومسحوره 4 كيلو، جثه او كانت عايشه الله اعلم، محطوطه في عربيه وبني ادم بتجري بيها. انا بس كل ما بتخيل المنظر يجي على دماغي كده انا بموت. انها ازاي كانت مشبوطه ده كله والناس دي كلها بتتفرج عليها، والناس دي كلها بتصرخ اقفي اقفي هنلحقها، طيب هنوديها مستشفى هنوديها مستشفى، بس انتي مش هنعمل لك حاجه، هنوديها مستشفى. وهي لا حياه لمنتو نادي، هي كل اللي عايزينها هتهرب. وبعد لما في ملف بعد 4.5 كيلو، يعني لو ما كانتش ندى سابت من العربيه كانت هتفضل مكمله معاها وصحلها الى ما لا نهايه. ندى لما وقعت من العربيه هي حتى ما نزلتش تبص عليها، جريت وراحت نادي الشمس، قعدت في النادي مستنيه ابوها علشان يجوا يكملوا الخطه الشيطانيه، وابوها يقول لها هنداري ملامح الجريمه وهنداري العربيه وهنغسلها وهنغير الازاز وكل ده مظبوط في محضر النيابه، وبعد كده هنركنها في حته بعيد علشان محدش يعرف عنك حاجه يا بنتي يا حبيبتي. حد دي اهم حاجه تبقي موجوده عندي في الدنيا، اللي مات مات واللي سحلتيه سحلتيه، المهم انت تبقي موجوده وحلوه كده وجميله قاعده جنبي. لكن الناس اللي هتموت، الناس اللي فقدوا حته منهم، الناس اللي شافوا بنتهم مسحوله، الناس دي هتعيش ازاي بعد كده؟ احنا كده في مظلمه ولازم هنخاف منها؟ لا، ما قالش في مظلمه، لان هو ما يعرفش يعني ايه ظلم. احنا مش بس تعبانين ان ندى ماتت، احنا تعبانين من الطريقه اللي هي ماتت بيها. انا طول عمري بسمع عن حوادث وبقعد اشوف الناس اللي عندها مقاسي واقول يا حيني ربنا يصبركم يا رب ما يكتبها على حد، وفعلا بيبقوا صعبانين عليا. لكن لما ما كنتش متخيله ان انا في يوم من الايام هبقى انا في نفس الوضع ده، هشوف اختي اللي هي توامي اللي هي كل حاجه في حياتي، اللي هي كانت ام لبنتي قبل ما انا ام ليها، مخبوطه ومضروبه وميته ومسحوله 4.5 كيلو علشان بني ادمه عايزه تهرب من القتاله، عشان بني ادمه خايفه على نفسها مش خايفه على اي حد تاني. انا بطلب النائب العام وبطلب القضاي المصري العادل بتاعنا سرعه التحرك في قضيه ندى علشان يرجع لها حقها، ويمنعوا اي محاولات ممكن تشوشر على القضيه وممكن تغطي يعني يبقى فيها نوع من التلاعب. انا واثقه في القضاء واثقه في الحكومه واثقه في الناس، انا عايزه قضيه ندى تمشي يعني وحقها يرجع في اقصى سرعه، علشان احنا كل يوم بنصحى من النوم كلنا ان كنا بننام يعني اكن ندى لسه مدفونه دلوقتي، احنا مش عارفين نشوف حياتنا، احنا بس مجرد لما بنشوفها او بنتخيلها وهي متعلقه في العربيه كل ده. انا عايزه كل واحد يحط نفسه مكاني، ربنا ما يكتبها على حد فيكم ابدا، بس كل واحد يحط نفسه مكاني وهو هيحس. يعني انا ممكن اكون حاسه بايه؟ يعني مفيش اغلى من الاخت ولا الاخ في الدنيا، لما تبقى اختك حته منك متعلقه في عربيه 4 كيلو وتتعامل ان دي قتل خطأ، لا ده مش قتل خطأ، ده كده قتل عمد.
ده كده انها ضربتها وخدتها في عينها اتلعب انها تاخدها معاها كل ده اتلعب. انا عايزاها تتحاكم زي اللي عملوه في الشهيده مريم بتاعت فتاه المعادي، اللي يعني القضاء العادل بتاعنا انت المتهمين اهدام علشان سحلوها 10 متر او 20 متر تقريبا الله يرحمها ويصبر اهلها. لكن ندى اتسحلت 4 كيلو. انتوا متخيلين المسافه؟ انا لما كنت واخده تاكسي وبجري عشان اشوفها ماشيه كتير جدا جدا، وبقيت فرحانه واقول هي مش موجوده، هي ان شاء الله يكون حد خدها المستشفى. لكن عشان اختي تتضرب في حته ولاقيها موجوده بص همزه بعدها ب 4 كيلو، ده تسموه ايه؟ ده تسموه ايه في رحمه ربنا؟ ده تسموه ايه في انسانيه؟ ده تسموه ايه في الانسانيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيها كده. انا امان جديد، اختي ندى اسامه جديد، اللي العربيه ضربتها في حسن المأمور وجريت بيها مسافة 4 كيلو. ندى أختي كانت متشعلقة في العربية، مشيت بيها 4 كيلو سحلتها، ما اكتفتش اللي هي خبطتها وسابتها حتى ما هدش عليها تنزل تشوفها عايشة ولا لا. فضلت جراها 4 كيلو من حسن المأمون والاسترار، وطلعت بها الكوبري ونزلت بها الكوبري لحد شيرات، والناس يزمر اقفي والناس تجري وراها اقفي مش عايزة تقف، وعمالة تخبط في العربية بالناس. اختي متشعلقه في العربيه، شايفاها وهي بتعدي العربيه. احنا اتفرجنا امبارح على الفيديو على قناه المحور مع المذيع نهال طيب، شفنا الفيديو الحادثه، احنا ما شفناه اغمى علينا كنا هنموت فيها. ندى اختي عدت الشارع كله على اخر العربيه، وعلى اخر لحظه كانت سايقه بسرعه عاليه جدا، كانت سايقه بسرعه عاليه جدا، خبطتها وفضلت سحلها 4 كيلو. احنا لا بناكل ولا بنشرب، احنا هيجرمنا حاجه. انا بطالب بحق اختي ندى يرجع عشان انا اعرف اعيش. البنت بعد ما ضربتها راحت قعدت في النادي ولا كانها عملت حاجه، ومامتها اتسطرت عليها وقالت انها كانت سايقه العربيه. لكن بعد ما فرغوا الصور والكاميرات ووكلاء النيابه عرفوا اللي بنتها اللي كانت سايقه، وباباها اللي منه لله حسبي الله ونعم الوكيل فيه، ربنا ينتقم منه ومن امها وهي، ربنا يهنتين منكم كلكم. باباها راح غير ازاز العربيه وبربيز العربيه وغسل العربيه وركنها في حته بعيده عن البيت، وراح يوم الجمعه يعمل محضر في سرقه العربيه الساعه 8 الصبح. انا بطالب النائب العام وكل المذيعين والقنوات المختصه وبناشد كل الناس، انا عايزه حق ندى يرجع عشان اعرف اعيش واخد نفسي. انا هموت فيها لو حق ندى ما رجعش. انا عايز حق اختي يرجع عشان ابرد النار اللي قايده فيا جوايا، انا مش قادره، انا هموت فيها والله.